السلام عليكم خوتي الطلبة، نلتقي في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو هو تصحيح امتحان ديال راتراباج ديال 2020 ديال جروب بي او دي. ليكزول الاول عطاكم لا فونكسيون، هادي قال لكم فقط حدد الدالة المشتقة، فقط تحديد الدالة المشتقة ديال هاد لا فونكسيون. هادي حنا كنعرفو بان الالين ديال الدالة المشتقة ديالها هي اف بريم على اف، هي الشقاق ديالها على هي نيت، الشقاق ديالها على هي نيت، الشقاق د اكس هو واحد، والمشتقة الجذر هو اف بريم على جوج الجذر، هو اف بريم هو المشتقة هذا على جوج في الجذر نيت. مشتقة اكس مربع هو جوج اكس، المشتقة جوج هو زيرو، يعني هو المشتقة على جوج في ذاك الجذر كامل، جوج مع جوج طبعا غيطير، غتبقى لك اكس على هذا، طبعا اف بريم على اف، اف كتبقى كما هي واحد على سبعة نقاط في هذا ليكزارسيس، بسيط بزاف. اف بريم اي ديغال واحد زائد، اختزلنا فقط جوج مع جوج، واضحة؟ اختزلنا فقط جوج مع جوج، هاد واحد شنو غادي يرجع؟ غنوحد له المقام مع هذا، غيرجع جذر جوج اي جوج زائد اكس مربع على جذر جوج زائد اكس مربع، هاهي جذر جوج زائد اكس مربع، نزيدو له اكس ونقسمو على جوج زائد جذر اكس مربع، لأن هذا على هذا هو ديك واحد، وكأنني وحدت المقام. إذا بينت هذا كتضربو فين؟ كتضربو في هذا زائد إكس في واحد، واحد في هذا ها هو كيبقى نيت، زائد واحد في إكس هو نيت، على طبعا المقام اللي هو جوج زائد جوج زائد إكس مربع، ماشي شي حاجة معقدة نهائيا، واضحة الفكرة؟ غتلاحظ بأن هذا هو نفسه التحتاني، إذا اختزلتي هذا كامل مع هذا كامل، كيشيط لك واحد على هذا، كيشيط لك واحد على هذا، سأعيد، إذا اختزلتي هذا مع هذا، هذا العدد هذا اللي بقى لك راه في المقام واحد على، إذا طبعا إف بريم إيتيغال سوغ بلاس. ليكزودو أصعب شويه، إف إكس عطالك هذا، حدد الدي دو إف، دي دو إف هي هاد إكس أوس ثلاثة زائد سي إكس مربع أكبر من زيرو، إذا عملتي إكس مربع كنعملو بالأس صغير، إكس مربع افتح القوس، قسم على إكس مربع كتدي لك إكس. قسم على x مربع كتدي لك 6، إذا x مربع افتح القوس في x زائد 6، إذا x مربع موجب كيبقى لك x أكبر أو تساوي ناقص 6، إذا d f هي من ناقص 6 حتى زائد طبعا ما لا نهاية، ناقص 6 فقط. غنحسبو الليميت، هو قال حسب الليميت في زائد ما لا نهاية والليميت في ناقص ما لا نهاية، الليميت في زائد ما لا نهاية لهذا هو النهاية أكبر حد، x أوس 3 وزائد ما لا أس 3 زائد ما لا نهاية، والجذر زائد ما لا نهاية، الجذر زائد ما لا مرتبة 3 هي زائد ما لا نهاية. ليميت في ناقص ما لا نهاية نيكزيست با، لأن ما كايناش في الداتا، ميمكنش تحسب شي نهاية ما موجوداش عندك هنا، لأن إذا عوضتي بناقص ما لا نهاية داخل الجذر، عطيك جذر ناقص ما لا نهاية وهذا ممنوع، وبالتالي ناقص ما لا نهاية نيكزيست با. سؤال 3 قال لك حدد ليس صمتو، تحدد المقاربات، باش تحسب المقارب خصك تحسب ليميت في زائد ما لا نهاية إكس على إكس. لأن تاك زائد مانايا إف إكس على إكس، غنعمل طبعا بإكس أوس 3 داخل الجذر ونخرج إكس، إذا عملت بإكس أوس 3 عطيني واحد زائد 6 على إكس، وشنو غيخرج؟ إكس أوس 3 مع الرتبة 3 غيخرج لي إكس، هاهو، إذا كان هذا أوس 2 غيخرج لي إكس كاري، دابا غيخرج لي إكس، إكس مع إكس طار، والنهاية هادي شنو هي؟ واحد، واحد زائد زيرو، واحد في الطوطال. إذا خرج لك إف إكس على إكس واحد، خصك تحسب الليميت إف إكس ناقص هاد العدد مضروب في إكس، يعني ناقص إكس، كيما كتشوفو ليميت زائد ما إف إكس ناقص إكس هاهي. طبعا شنو كتعمل؟ كضرب في المرافق من الدرجة الثالثة، اللي هو أ مربع زائد أ بي زائد بي مربع، أ مربع هو زائد أ بي زائد هذا في هذا زائد بي مربع، كيعطي لك هذا أوس اثنان، كيعطي لك هذا طبعا أوس ثلاثة، طبعا ناقص هذا أوس 3، إكس أوس 3 زائد 6 إكس مربع ناقص هذا إكس أوس 3 اللي هي إكس أوس 3، هذا مع هذا كيمشي كتشيط لك 6 إكس كار. نتاحد طبعا شنو غادي نعملو؟ غنعملو بإكس أوس 3 في حق قبيلاتي، عطيك واحد زائد 6 على إكس، ولكن عتخرج لي إكس أوس 6 مع إكس أوس 3 عطيك إكس أوس 2، قبيلاتي خرجناه إكس، بما أن كاين أوس 2 غنخرجو إكس كاري، هو إكس كاري، غنخرجو هذا إكس في حق بلاتي، إكس في إكس عطيني إكس مربع، وهذا عاود واحد زائد 6 على إكس، وهذا إكس مربع،
اكس مربع اكس مربع اكس مربع نعملو باكس مربع، غتبقى لي هذا زائد هذا زائد واحد، اكس مربع مع اكس مربع كتمشي، كتبقى لك 6 على هذا العدد هذا كامل اللي هو 1 زائد 1 زائد 1، لان هادو اصفر، 6 على ما لا نهايه 6 على ما لا نهايه، 6 على 3 اللي هو 2. اذا هاد النهايه هادي كامله شحال خرج لك؟ 2. اذا ايكغيك كتساوي اكس زائد داك العدد 2 هو اسمطوط اللي هو مقارب بجوار زائد ما لا نهايه، اسمطوط بجوار زائد ما لا نهايه. اكس 3 سهل شويه، اف اكس كتساوي جذر، قالك طبعا حسب لي نهايه في ناقص 2 ولكن بجوج الطرق، بالطريقه الكونجوغي وبالطريقه لوبيتال، نخرجوها بالطريقه ديال الكونجوغي، كنضربو طبعا في المرافق، المرافق ده هذا هو زائد كما كتشوفوا، ا ناقص بي في ا زائد بي هو هذا المربع، هو ناقص طبعا ناقص هذا مربع طبعا كما كتشوفوا، طبعا ناقص هذا كاري، سمحوا لي ماشي هذه لان هذه ارتكبت فيها خطا، ارتكبت فيها خطا في الحساب، هي لان ناقص 9 في 3 هي ناقص 27 ونزلت وانا نزلت ناقص 9، دونك هي هذا مربع قلنا ها هو ناقص هذا مربع اللي هي ناقص 9، ناقص 9 فهذا على اكس زائد 2 في داك المرافق اللي ضربتهم فوق اللي هو ا زائد بي، ا زائد بي هذا راه ديجا نشرتو ا ناقص بي في ا زائد بي مباشره ها هو، وهذا داك اللي كان تحت في ا زائد بي، جوج اكس مربع زائد واحد ناقص 9 اكس ناقص 27 هذا فعلا كيتيك طبعا زائد واحد ناقص 27 ناقص 27، وهذا طبعا كيبقى كما هو على اكس زائد 2 مضروب في 2 اكس مربع زائد واحد زائد 3 في اكس زائد 3. طبعا بما ان هذا اذا عوضتي بناقص 2، بما ان اذا عوضتي بناقص 2 كيتيك 0، فكيتعمل اكس ناقص ناقص 2 يعني كيتعمل اكس زائد 2، باش تعملو بكل بساطه اعمل اكس زائد 2 افتح القوس قسم هذه على اكس، قسم الاولانيه على اكس ونزل هنا ها هي 2 اكس، قسم ناقص 27 لهذا العدد اللي هو 2 كيديك ناقص 13، غيبقى كتعمل اكس زائد 2 كتفتح القوس قسم 2 اكس على اكس 2 اكس، قسم ناقص 27 على 2 ونزل هنا 13، اذا شرطي اوتوماتيك معطيك هذه بزز منها، هذه مع هذه حتى عطيك 2 اكس ناقص 13 على هذا العدد، اذا عوضتي بناقص 2 عطيك 2 في ناقص 2 ناقص 13 هي ناقص 17، غادي عطيك 3 زائد 3 اللي هي طبعا 6 ناقص 17 على 6. دابا قال لك حسبها لي بلا غيكل دوبيتال، لا غيكل دوبيتال شنو كتقول؟ هو اشتق هادي على هادي باش تحسب الليميت في ناقص 2، إذا جات لك 0 على 0 مشتق على مشتق، شوفوا طبعا المشتق في حق ميلاتي شنو قلنا؟ اف بريم على 2 جذر اف، اف بريم اللي هي 2 في 2 اكس يعني 4 اكس على 2 في ديك الدالة في الجذر ديالها، ناقص 3 على اف بريم اللي هو 1، ها هو 1 مبانشي على جوج الجذر على المشتق هذا اللي هو واحد زائد زيرو، مباشرة دابا كنعوض بموان دو، هنا عطاتيني جوج في ناقص واحد في ناقص جوج أس اثنين اللي هي أربعة، أربعة في جوج تمنية، تمنية زائد واحد تسعة جذر تسعة اللي هي ستة طبعا، ومن هنا عطاتيك أربعة في ناقص جوج توتال عطاتيك طبعا ناقص أربعة على ثلاثة، ومن هنا عطيك ناقص ثلاثة على جوج في واحد اللي هي ناقص ثلاثة على جوج. إذا طبعا وحدت المقام غتحصل على ناقص 17 على 6 اللي حصلنا عليها طبعا، اللي حصلنا عليها طبعا قبيلتي، اللي حصلنا عليها قبيلتي هو نفسه. نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، سي فوزيمي طبعا الفيديو كليكي جيم إي بارطاجي لو كونتوني أفيك فوزامي، كنتمنى لكم أخوتي النجاح ونتمنى لكم التوفيق في الحياة ديالكم المهنية والدراسية والأسرية.